الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك بين ده كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح فتحي يا عليم، والجيب ما فيهش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم. باب الأمل بابك يا رحيم، الصبر طيب عال ويغير الأحوال. يلي معك المال برضو الفقير له رب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا رب طيبات، يا رب بخير وصحة وعافية. حياكم الله معاي في فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد. طبعا الفيديو حق اليوم يفترض أنه يكون نازل قبل آخر روتين، اللي كان عنوانه روتيني أنا وبنتي حالنا. كان هذا الفيديو يفترض أنه نازل قبله. لو رجعتي للفيديو هذا كان راح تشوفين المزروعات مزروعة بالحديقة وخالصة، لكن هذا الفيديو تسوى قبل. بس ماني عارفة ليش قدمت فيديو على فيديو، ما أدري يعني. فاليوم بنزلكم هذه الجزئية، وأنا يعني عندي روتين كذا لطيف اليوم في بيتي بتقضونه معاي بإذن الله تعالى. طبعا زي ما تشوفون هنا أنا قاعدة أزرع على الحديقة الخارجية، جبت هذه الأحواض من أبو خمسة وبدأت أنقل عليها التربة. التربة لازم تتنفس وتتنظف، تشيلين منها كل الحشائش، وكمان تخلطينها بشوية مي تطينينها يعني، وبعدين تبدأين تزرعين فيها. مع الأسف الأجواء عندنا مرة حارة حارة، فأنصحكم بالوقت الحالي لا أحد يزرع، لأنه الوضع مرة مزري والوضع حاليا مرة تعبان. فأجل الموضوع شوي، لكن اللي حابة تاخذ فكرة يعني برضو ما يضر. لو تلاحظون التربة اللي عندي تربة حمراء مخلوطة بتربة صناعية، لأنه بالتربة الحمراء حاليا ما في شيء راح يعيش، فالتربة الصناعية تقوي النبات أكثر لأنه فيها سماد. طبعا زي ما تشوفون هذا الفيديو يفترض أنه مصور قبل آخر روتين، بس يلا ما عليه، قلت أوريكم هنا شلون أزرع المزروعات. شوفوا يا بنات أكبر خطأ تسوونه، تمام؟ أنا صراحة بالمزروعات الخارجية ما أعتبر نفسي عندي خبرة، تمام؟ لكن بالمزروعات الداخلية عندي صراحة، لكن الخارجي لا. شوفوا بعد ما زرعت المزروعات بالطريقة هذه، تمام؟ أنا من الناس اللي أحب أبحث أحب أقرأ، فدخلت إلى برنامج اسمه البرنامج مو برنامج قناة على اليوتيوب اسم القناة بذرة، تابعوها يا بنات اللي تبغى تتعلم الزراعة الخارجية بالتفصيل أو الداخلية. ما شاء الله تبارك الرحمن، موسوعة، صاحبها رجال، أتوقع أنه مغربي، بس ما شاء الله الشرح واضح ومفهوم وكل شيء يصور لكم إياه قدامكم يعني. المهم شايفين هذه الأصايص يا بنات اللي أنا زرعت فيها. أول شيء لازم تكون عندك التربة حمراء فصل الصيف ومخلوطة بتربة صناعية. فصل الصيف ما يصلح تربة حمرة بس، لأنه تحتاجون أن التربة تكون قوية وتحتفظ بالمي، فلازم تخلطون معها تربة صناعية. أنا خالطة معها شوية تربة صناعية. شيء ثاني، هذه الأكواء أو الأصايص لازم تخلطونها بشوية تراب طين يعني، علشان تحتفظ بالبرودة تحت، علشان النباتات أول ما تزرعونها تلقى التربة باردة ما تنحرق، فهميني؟ فترشين مي وتحركين إلى تحسين التربة خلاص طينت شوي. بعدين تجيبين الأصايص اللي فيها مزروعات. شوفي لما تجيبين الأصيص يفترض أنك الأصيص تفعصينه شوية بإيدك وبعدين تزرعينه داخل التراب، ما تفكينه من الأصيص حقه البني وتزرعينه. إحنا أوريك أنا كيف. شوفي أنا خذيت الأصيص هنا فكيته وحطيته بالتراب، خطأ، لازم فعصته بإيدي أول وبعدين دخلته بالتراب. هذه الحاجة ديري بالك عليها وانت قاعدة تسوينها. شوفوا أنا الأصيص الوحيد اللي سويته عن طريق يعني فعصت التربة شوي، أقولكم أنه ما زال على شكله إلى الحين، أما هذولا بدأوا يذبلون. طبعا هذا النبتة اللي معاي اسمها نبتة الونكة، تعتبر نبتة صيفية، وكنت أستغرب يا ربي أنا أحبها بس ما تطول عندي، تقعد تقريبا شهر شهرين وتودع، ما أدري وش السبب. بعدين شفت طريقة زراعتها، لازم يا بنات تفحصين وقت تزرعين، ما تنزلين التربة زي ما هي جوا التراب، لا لازم تفحصينها بإيدك وبعدين تزرعينها. برضو وجه الجذور يا بنات لازم يتغطى زي ما أنا قاعد أسوي كذا،
لازم يتغطى بفصل الصيف، لازم يوميا ينسقي مي، فهمتوني؟ لازم يوميا تسقين مي. برضو تأكدي ان الاحواض اللي انت قاعدة تزرعين فيها تكون مفتوحة من تحت علشان ما تعفن التربة فيها، فهمتوني؟ الأصايص لازم تكون مفتوحة، هي مي مفتوحة عادي بالولاعة وبالشوكة خزقيها، أو بمفك براغي أو أي حاجة، صيخ حق شوي اللي أنت حابة، افتح الأصايص فيها علشان المي يتصرف من تحت. طبعا الأصايص الجميلة اللي قاعدة أزرع فيها، شايفين يا بنات جمالها؟ شايفين حلاوتها؟ تخيلوا ب5 ريالات بس، اللي من السكاكة تلقاهم عند كاسر الأسعار. أنا جبت مجموعة نصهم حطيتهم بالحديقة اللي ما فيها مي، حطيت فيها ورد صناعي، ونصهم حطيتها بالحديقة اللي فيها مي، وحطيت فيهم ورد طبيعي. تمام، شوفوا ألوانهم مرة مبهجة حلوة. إذا بغيتي تختارين ألوان الحدائق، خذي الألوان هذه الجميلة المبهجة علشان يعني تكون الحديقة عندك ملونة حلوة. أنا ترى مو دائما أحب البني بالحدائق، لا، أحب كمان الأصايص ملونة، أحسها تعطي بهجة كذا للبيوت. والوينكا تعتبر من النباتات الحلوة اللي تنزرع بالوقت هذا يا بنات عادي، بس أهم شيء مي كل يوم تحطون عليها. حلو، طبعا زراعة كذا زي ما تشوفون. البنات اللي قاعدات يسألوني على سارونا، كيف صارت سارونا الحين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم صحت يا بنات زي الوردة، الحمد لله من فضل ربي علي، اللهم لك الحمد والشكر. طبعا كانت تعبانة، معاها استفراغ، ومعاها وجع بطنها وسخونية وكذا، لكن الحمد لله اليوم صارت أحسن، يا رب لك الحمد والشكر. وبشركم سويت لها شوية أندومي وكلته على بناء على طلبها يعني، أعطيتها كمان عصير برتقال طبيعي، الحمد لله شربته، يا رب لك الحمد والشكر، فاليوم حيل تحسنت. المهم رجعت كذا للأصايص اللي هنا اللي معاي، أبغى أزرعها. طبعا الأصايص هذه كمان يا بنات من أبو خمسة، برضو من أبو خمسة، شوفوا حلاوتها كأنها يا بنات حجر، بس والله ب5 ريالات، برضو تلقونها عند كاسر الأسعار، بس مع الأسف ما يجي معاهم صواني، بس عادي مو مشكلة تحطينها بالحديقة. أنا لأنه عشب صناعي ما يبين المي لما ينزل، فعادي. هنا أنا حابة أوجه كلمة المتابعة لي، مرة أحبها هي بنوتتها، أنا ما أعرف اسم الأم صراحة، بس البنوتة اسمها حليمة خلاص، ودائما تقول لي انه حليمة تحب سارونا ودائما تحب تسمع سوالفها. الحين سارونا بنفسها راح تسلم على حليمة، يلا خلوني اسمعكم سارونا وهي تسلم عليها. أهلين حليمة، انا حليمة احبك. الله يا رب يحفظ لك يا حليمة، يا رب يبلغك فيها ما تتمنين. اتوقع ان الام اسمها موني، يمكن اسمها موني، انا ماني عارفة، بس اذا تشوفين اذا تسمعين الصوت يعني انا اسفة اني اتأخرت عليكي. كل مرة تقولي لي خلي سارونا توجه تحية كذا الحليمة، وكل مرة أنا أنسى. الإنسان خلق من النسيان، فسامحيني يا حبيبتي. الله يا رب يحفظك بنيتي، بنيتك، ويحفظ لي بنيتي إن شاء الله، يحفظ كل أم يا رب أطفالها. كمان حابة أوجه شكر لكل البنات اللي دعوا لبنيتي، الله يا رب يحفظكم، ولا ترون باس لا في أحبابكم ولا في أنفسكم إن شاء الله، الله يسعدكم جميعا، ومشكورين مشكورين مشكورين من أعماق قلبي. جيت هنا يا جميلاتي أبغى أزرع النعناع. طبعا النعناع شايفين التربة اللي مزروع فيها، تربة حمراء خلاص، لما تجيبين حاجة من المشتل ازرعيها بنفس التربة اللي هم حاطينها، بس في فصل الصيف مع الأسف عندنا، طبعا أنت لما تروحين المشتل وش تشوفينهم عاملين، يقول لك هذا الزرع خارجي، بس مع الأسف وحاطه تحت المظلة. كيف خارجي وانت حاطه تحت المظلة؟ لأنك تدري أنه بالوقت هذا أصلا ما ينزرع، أنت معاك علم. إذا جبتيه بفصل زي الوقت هذا فصل الصيف، اخلطي معاه تربة حمراء. يفترض أن النباتات نستنى شوي إلى شهر 11 آخر شهر 10 ونزرعها، بس اللي حابة تزرع لازم تخلطين معاها من التربة الصناعية، لأن التربة الصناعية تخزن المي، وبالتالي النبات ما يجف، لأن بالصيف لازم يوميا ينسقه. تمام، زي ما انتم شايفين كذا حطيت طبقات من التربة الصناعية السوداء، ركزتها علشان النبات ما ينحرق ويظل مثل ما هو حلو يعني ومبهج. وبديت يعني أزرع، وكمان خزقت الأحواض، كانت الأحواض مي مخزقة، فتحتها وأرش مي وأطين وأرجع أحرك زي ما انتم شايفين. المهم أني حاولت على قدر الإمكان أنه أخليها تكون مبهجة. والفترة هذه أنا ترى على فكرة أنا المزروعات الداخلية كلها كنت أقرأ عليها، كنت أحاول أعرف سبب الأمراض، وأحس نفسي لسه مبتدئة فيها، برغم أنه الحمد لله عندي معلومات حلوة فيها، لكن الفترة هذه أنا قاعد أركز على الفيديوهات اللي على الزراعة الخارجية. يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الواحد الأحد يقول لي أبو سارونا، أنتم عارفين أنه البيت اللي أنا فيه ما هو ملك، بيتنا أجار، كنا ناويين نشتري ملك،
بس تعرفون التشطيب عندنا بسكاكة سيء سيء سيء، حرام إنه نضيع فلوسنا على حاجة هيار ممكن بعد 5 سنين 6 سنين طيح. فقال أبو سارونا خلاص ليش نروح القصيم من مرة إن شاء الله ونشتري يعني بيت ونستقر فيه. فيقول لي الحين استعدي للنقل بأي لحظة، شايفين خلاص زوجي طبعا قصيم أنتم عارفين، فقال لي استعدي للنقل نرجع على القصيم بأي لحظة، احتمال يكون الترقية الجاية حقته إن شاء الله تكون بالقصيم. فيقول لي يعني اتوقع ان نروح للقصيم، ممكن القصيم وممكن لا، ممكن حايل ما ندري، بس يقول لي حطي اعتبار يا سكاكة نفسها يكون الترقية فيها او حايل او القصيم. فاذا كانت القصيم ان شاء الله ان شاء الله مقبلين بان الواحد الاحد على بيت ملك بمشيئة الواحد الاحد على بيت ملك ان شاء الله باذن الله تعالى. المهم فابغى اخذ كمية من المزروعات لاني ناوي اسوي حديقة عند مطبخي، ناوي اسوي مطبخي كذا واسوي جنب المطبخ في حديقة صغيرة ازرع فيها نعناع ورقيات كزبرة بقدونس، فعلى قدر المستطاع قاعدة اجمع معلومات عن الزراعة الخارجية علشان اكيد اكيد لازم يكون لي فيها خبرة كبيرة. ناوي اسوي سياج خشب يصغنون، المهم اشياء كثيرة براسي ناوي اعملها، برضو ناوي اسوي قنط صغنون واجيب عليه دجاجتين، اشياء ابغى اعيشها بهذا البيت ان شاء الله يا رب راح تعيشون معاي كل التفاصيل. بس متى النقل ما ادري، الله اعلم، بس الترقية قريب يا بنات، ترقيته قريبة، بس وين يكون النقل ما ندري، هل هي تكون بسكاكة ولا بحايل ولا بالقصيم، هذا الشيء احنا ما احنا عارفينه، يبقى يعني بعلم الغيب. خلاص الحين بوريكم مرة زعلت، مرة زعلت على حاجة صدق صدق قلبي اوجعني بس صارت انا ماني عارفة ليش. شوفوا انا على الطاولة ايش حاطة، على الطاولة انا حاطة على الطاولة سفرة وقاعدة ازرع على السفرة، انا ما زرعت على الطاولة. تخيلوا يا بنات يوم رفعت النايلو لقيت الرخام عندي متجرح، والله اني زعلت، وكل يوم كل ما دخلت وكل ما طلعت احس قلبي من داخل يوجعني. شوفوا التجريح تشوفونه، والله يا بنات اني زعلت يوم شفته، زعلت زعلت حرفيا زعلت. طبعا انا ما قدرت ازرع برا لانه برا حر شمس، حتى نبات خليته على الطاوله، خليته على الطاوله كذا لما برد الجو وطلعته، ما طلعته على طول يعني، قلت لما انظف الحديقه اول يكون فتره المغرب كذا، لاني انا قاعده ازرع الحين بالظهر، فكيف اطلع بالظهر والله غير انشوي. خلاص شفتوا معي كيف الحين كذا طلع المنظر يفتح النفس، مسحت الطاوله بالكامل ونظفتها ولمعتها، وراح اجيب الحين كمان المعقم او مطهر الاسطح. وانتي تشتغلين تحسين الامر صعب، بس لما تتعمقين بالتنظيف لا تحسين الامر عادي يعني. كمان عند كان عندي شويه مواعين ابغى اشيلها من المطبقه، اوقات اغسل على ايدي اذا كانت المواعين شويه زي كذا، واوقات احطهم بالجلايه لانه ابو سارونا مو موجود يعني من غير شر، فما عندي استهلاك كبير للمواعين فاغسلها غالبا على ايدي، لاني لو تركتها فتره بالجلايه يومين ولا ثلاثه تطلع ريحتها لانه الكميه اصلا قليله، حرام اشغل عليها المي وهي اصلا كميتها قليله. خلاص بديت ارجع كل حاجه مكانها داخل الدروج، نظفت الطاوله كلها ورجعت كل شيء مكانه تمام. كمان شلت هذه وكنست الارضيه. البنات يقول الام ساره ليش ما تستخدمين هذه عشان تعقمين وتمسحين الارض، لازم ابدل الراس يا بنات، واعجز اعجز صراحه اني ابدل الراس سالفه. وهذه المكناسة أنا منزل عنها تقرير اسمها ليك تروكس، منزل عنها تقرير كامل في قناتي، أتوقع خلاص ما تشوفون إلا هي معاي يعني. هذه يا بنات مهي بديلة عن بيسيل تبع غسيل السجاد، مش بديلة عن بيسيل تبع غسيل السجاد، هذه شيء وهذه شيء ثاني، هذه تكنس بيسيل تنظيف عميق، فهمتوني؟ المهم رشيت كذا المسحت، وهذه صارونا معاي تكنس وتمسح، وبعدين حطيت هنا دعسات جديدة، مش جديدة عندي من الأول، بس اللي كانوا هنا وديته من الغسالة لأن الدعسات دائما تتوسخ عندي وأنا واقفة، أحطهم بالغسالة وفرطت هذول عاد، قلت حلوات يعني ليش لا. الحين بوريكم هذا الثلج، طبعا هذا الثلج قديم قديم ذكرته، هذا الثلج من أيام سوريا أتذكر يوم أروح الخوالي بسوريا، ما يستخدمون إلا هو يا بنات. هذا عبارة عن بلاستيك، بس بلاستيك آمن، داخله فيه مي تحطونه بالفريزر، وإذا جاكم ضيوف تطلعونه وتحطونه بالكاسات تمام. إذا خلصوا الضيوف وقضوا تغسلونه وترجعونه للفريزر ثاني مرة، مرة يا بنات عملي وحلو. طبعا ايش ابغى اسوي انا الحين تشوفون شكله كيف، ابغى اغسله وبعدين انشفه وبعدين احطه بالعلبة، ما يصير انكم تستخدمونه بدون غسيل، او مثلا تقدمونه للضيوف وبعدين ترجعونه تحطونه لهم بدون ما تغسلونه، لا غسلوه ورجعوا حطوه بالعلبة ثاني مرة ورجعوا قدموه للضيوف.
خلاص كذا زي ما انتم شايفين غسلته ورجعته كذا ونشفته زين، وارجع احطه بالعلبة. موفر واقتصادي وصحي يا بنات، لا تخافون. انا خذيته صراحة من كاسر الاسعار، واستخدمه صراحة في كل شتاء في كل صيف، ومنظره حلو. كان في على اشكال فواكه، تبغون حز بطيخ حز برتقال، في اشكال فواكه كثيرة وحلوة. خلاص الحين خلصت كذا وبحطه بالفريزر، وبروح هنا لغرفتي كان فيها شوية حوسة قلت ارتبها. شايفين كيف متدمرة؟ شايفين مليانة حوايس، كل حاجة عندي بالغرفة متدمرة، وارتبها على السريع وبعدين ارجع لكم. طبعا انا اللي صاروا معاي بالانستغرام شافوني يوم غيرت اشياء بالغرفة، لفيت اشياء وحطيت اشياء، بتشوفونها معاي باذن الله تعالى فيديو بكرة. فيديو بكرة يا بنات جولة في بيتي بعد التغييرات الاخيرة باذن الواحد الاحد. خلاص الحين خلصت كذا ورحت الغرفة الثانية، برضو كانت محيوسة ورتبتها زي ما تشوفون، طفيت المكيفات وطفيت كل شيء، كل حاجة نظيفة ومرتبة وتلمع. وبس الحين تعالوا معاي كذا خلنا نروح المطبخ. كان عندي أكواب ورق أبغى أدخلها بعد مكانها وارجعها، يعني أنتقل بالبيت من غرفة لغرفة علشان أخلص. وهذه الأكواب أنا أحطها هنا عند ركن الشاي والقهوة علشان إذا بغيت أشرب، وخلاص أدخلها مكانها بالدرج. وخلاص هذه المزروعات تركت تحتها سفرة على الطاولة، وخليتها لين يعني يبرد الجو شوي، وبعدين أطلعهم لأني حابة أنظف الحديقة برضو. الحين كذا خلاص نزلنا أنا وسارونا، لأني أبغى أتغدى أنا وياها برا، باخذها عشان نتغدى برا وهذا مفتاحي معي. وطلعنا كذا متوجهين إلى مطعم كنتاكي، وبرضو أبغى أمر على سوبر ماركت علشان أخذ بعض الأغراض. حابة أعرفكم على قناة جدا جميلة وبسيطة، بخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف، وكمان في أول كومنت مثبت بنوتة فلسطينية يا بنات. ندخل وندعمها وندعم أبطال الحجارة، الله يوفقكم يا رب. ندخل ونشجعها ونكتب لها كلمة تحفيزية كذا، يعني تخليها تعطي في قناتها أكثر. تعالوا مع بعض خلونا نعرفها، بخلي لكم كل بياناتها تحت في صندوق الوصف زي ما قلت، وأول كومنت مثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا أحلى متابعين ويا أحلى ناس في الدنيا، ويا هلا وغلب أي شخص بزورني من أمصار الغالية. أهلا وسهلا في اللي بينور قناتي، قناتي يوميات فلسطينية بتحكي عن حياتنا بفلسطين وعن أكلاتنا وعن طبخاتنا وكيف بنقضي حياتنا وعن الترتيب وعن التنظيف وعن التنظيم وكل حاجة بيخص البيت. حياتي متواضعة، فيديوهاتي متواضعة، وبتمنى من الله انها قناتي تكبر وتنشاف، وبتمنى انكم عن جد تنوروني في قناتي، بفرح معاكم كتير وبفرح بوجودكم كتير. وبتشكر ام سارة على الفيديوهات الجميلة اللي بتقدمنا اياها، وان شاء الله تنوروا قناتي، قناتي يوميات فلسطينية، وبستنى تنوروا قناتي في بيتي المتواضع وروتينات المتواضعة. وزي ما تشايفين كله متواضع والحمد لله والشكر لله، الله يديم علينا من نعمة يا رب. وفيديوهاتي كلها تحفيزية، وإن شاء الله تنوروا قناتي، وكل عام وانتم بخير. طلبنا وجبة ريزو، هذه هي، ويجي معها بطاطا، وطلبت سلطة وثوم. يا ماما زهدوك سارة ماما. إن شاء الله حبيبتي. طلبت كمان بيبسي، كمان سفن أب، وهنا هذه بنات روبيان. تمام. هذا لي بس مرة حار، طبعا سارة ما تأكل منه. سارة هذا الريزو الدجاج مع الرز. طعميك يا ماما، يلا لكم أن تتخيلوا النكهة. شوفوا حاجة من الآخر، شايفين؟ إبداع عجيب. ثوم يا ماما. ثوم؟ إيه. فانتاستيك، مرة لذيذ مرة لذيذ. أنا حاجة جعانة، تخيلوا من فطوري أنا جعانة. دخلنا كذا كنتاكي، سارونا تلعب. شوفي سارونا، وين السلم؟ استني ماما شوف. إيه هنا ماما، اطلعي هنا، تعالي يلا اطلعي اطلعي، روحي فوق يلا بسرعة. هنا؟ ايه؟ لا خايشة. هناك ماما جوا. لا خايشة. ما تبغين؟ خايشة. خافين؟ يا جبانة. يا خوافة. ماما انا قاعدة هنا اوكي؟
أنا قعدت هنا يا بنات بأول طاولة علشان تشوفها وهي تلعب. يلا روحي يا أمي يلا. خذيت مية بس ما جبت معي لا شنطة ولا يحزن المفتاح بيدي وجوالي حاسبت بالبطاقة. يلا اطلعي خلينا خلاص الحين طالعين كذا من كنتاكي. نبغى نروح الحين بمر على السوبر ماركت باخذ بعض الاغراض. يلا ماما اليوم في هواء من حسن حظي ان شاء الله ماما باذن الواحد الكريم. لقيته هذا هو تشوفونه باخذ منه كمية صراحة مرة لذيذ يبرد كذا. طبعا سارة تختار اشكال واخر شيء تاكل اللي انا اجيبه. لاحظين انتم ها سارو بس واحد ها لا حبة واحدة. يلا لا تاخذين كيس كبير ماما بس واحد. ها أصبك كولا تسمعون سهرونة فكا كولا زي هذا. طيب الحين أشوف لك وخري أبغى أخذ أشوف هذا فيه بالزعتر اشتهي لي بالزعتر ماني عارفة ليه. هذا بيتزا طماطم أشوف هنا هذا زعتر يمكن إيه هذا زعتر راح أحبه لذيذ صراحة بس مو هو اللي أبغاه بس حلو يعني مو شيء. وأبغى سكر أريد سكرا شوف ممكن يكون هنا السكر. اللي يسألوني على أحسن قهوة قلت لكم عليها أصيلة شوفوها هذه تشوفونها سعرها 24 ريال هذه ألذ قهوة يا بنات بدون منازع. هذه شوفوها الزعفران في زعفران وفي هيل بس وين السكر شوف ماما يمكن هنا لا ما في سكر هنا شوف ماما بوشار الميكروويف ذرة طبيعي شوف اخذ العلبة ارخص يا بنات واوفر 14 ريال شوفوا كل هذه ب 14 طبعا تعتبر اوفر. باخذ وحدة افضل حاجة بدون منازع الامريكية. بس وين السكر انا ماني لاقيته الحين. شلون اللعبة اللي لعبتها انا وابو سارة ايش في الجوال يكون وسخ لا شلون ضو الشمس. كل اللعبة اللي لعبتها انا وسارة هذه او بالعيد انا وابو سارة سارونا باخذ واحد العبها انا وسارة. تبغين العب انا سارونا منها؟ يلا ابغى اخذ من اللي ورا ماني عارفه وشلون. هذه الاشكال مي حلوه اوكي ناخذ حق بنات ابشري سلافه انا وياها اليوم. هذه معليش سامحوني حوست لكم المحل. هذه تبغى سارونا بسم الله سعرها يا بنات 25 بس هذه مفتوحه. يوه الحين يطردوني اطلعي برا اطلعي برا دمرتين المحل. هذه عاد رجالهم يردوا. خذيت كل شيء خلاص الحين ابغى احاسب بسم الله. عطتي ماما يحاسب خلاص رايحين للسيارة كذا. هذا شارع المطاعم شوف كنتاكي في قدام الكريسبي في كودو. هذه سيارتي خلاص الحين طلعت للحديقة الخارجية كانت متمعمعة وفيها حوسة وزي ما تشوفون الأرض يبالها تكنيس. طبعا يا بنات إذا حابين تكنسون بالظهر لا تكنسون نهائيا مكنسة الكهرباء الثيل الصناعي أو العشب الصناعي يتكنس مكنسة الكهرباء. بس إذا كنستوا بالنهار أو الحر راح الماتور حق المكنسة راح ينحرق فأفضل وقت تكنسون فيه العصر.
زباي اللي زي كذا تكرمون شيلوها بايدكم، والباقي عادي كنسوه بمكنسة الكهرباء. هذه الاصايص بخليها بالزاوية لين يجي وقت الزراعة، وارجع ازرع فيها باذن الله تعالى. لكن الحين ما راح اكثر مزروعات علشان وقت الصيف، برضو بقص الحشايش الميتة، وكمان ابغى انقل الطاولة من جهة اليمين الى جهة اليسار. تمام، هذه الاشياء اللي بسويها حاليا. والحين تعالوا مع بعض كذا، خلونا نكنس الارض وننظفها زين. وخلاص كذا هذه الارض تكنست وجمعت الاصايص كلها فوق هذه الاصايص الفاضيه، بس اكيد ما راح اخليها فاضيه كذا، بوريكم ايش راح اسوي فيها. برضو شوفوا كلها شتلتها ورد صناعي عشان ما تظل فاضيه كذا ومنظرها مو كويس. وهنا راح ازرع المزروعات الطبيعيه، أكيد مستعدين تشوفون المعمعة اللي أنا خلصتها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حديقتي كيف صارت، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين حطيت الوردات هنا، ومن هنا هذه الروزماري، وهنا حطيت الياسمين الهندي. على فكرة الياسمين الهندي من عشاق الصيف، لو حطيتيه تحت الشمس الحارقة يعيش، بس بالشتاء يتعرس سبحان الله. هذه الطاولة حطيت عليها نعناع وحطيت عليها الونكة زي ما تشوفون. هذا شباكي اللطيف كذا، ونجي على جهة اليمين من هنا. طبعا النافورة أنا ما عبيتها من الحنفية، لا النافورة عبيتها من المية اللي عندي بالمطبخ. حتى لو تلاحظون المية مش نظيفة لأني ما قدرت أغسلها، ما أبغى مي المية تخلص اللي بالخزان، فهمتوني؟ قلت لكم عندي مشكلة بالمي، فعبيتها من المية اللي عندي اللي أطبخ فيها، عبيت شوية هنا. وهذه المزروعات زي ما تشوفون الأصيصات الفاضيات، شايفين كيف الصناعي عطى فيها منظر تمام كذا. وهذا المطبخ، هذا المخزن. ايش فيني اكلج؟ هذا حوشي كامل. طبعا انا عندي بالبيت حديقتين، اللي ما يعرفون انا عندي بالبيت حديقتين، خلاص هذه حديقة المجلس، وعندي حديقة ثانية كمان بغرفة نومي. بيتي في حديقتين تمام. طبعا البعض يقول يا ام ساره يمكن تنكشفين، انا بالدور الثاني. شوفوا سورها سور غرفه، بس السقف ما في سقف، فهمتوني؟ سقف ما في سقف، مفتوح السقف، ولا السور سور غرفه مو سور بلكونه. رجعنا للبيت، خلوني اوريكم ايش خذيت. خذيت بيبسي ان شاء الله، خذيت كمان زبادي عشان هذه بسوي العشاء اليوم بها، كمان خذيت علبه بوشار. هذه ماني عارفة ايش صناعته، خلونا نشوف. انا قلت لكم احسن شيء الامريكي. هذا ملء مؤسسة بيت العرين التجارية المملكة العربية السعودية. طب وش الصناعة اهم شيء؟ صناعة في السعودية، هذا منتج سعودي يا بنات بيت العرين. ما ادري زين ولا مو زين. كمان خذيت هذا اللي بالزعتر، وخذيت سكر، وبرضو خذيت ايس كريم. خلوني اوريكم الايس كريم، اذا حابين تجيبون ايس كريم يا بنات جربوه وادعوا لي، ادعوا الام سارونا اذا جبتوه. شوفوا هذا ألذ آيس كريم ممكن تاكلونه في حياتكم من جد. هذا شكله يا بنات، مكتوب عليه بوضة عربية، مليان فستق حلبي ومستكة وحليب، خيالي خيالي. جبت كله كذا من نفس الحين عاد أبغى أسوي لي على السريع كوب شاي وأقعد أنا وسارونا كذا نلعب مع بعض. طبعا خذيت دش دافي، وكمان عطيت سارونا دش كذا تنشطنا فيه بعد الجولة اللي سويناها، وقعدنا نروق كذا عشان نلعب اللعبة. هذه اللعبة يا بنات أنصحكم تلعبونها مع عيالكم، مرة مرة حلوة صراحة شيقة، أنا أحب ألعبها. ما في شيء. أحسن. أحسن. دوري. دوري ماما دوري. أنا أبغى هذه. هذا. يا مساعد صندوق. فاين. شايفين؟ يلا سار 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 هذا صندوق. هذا زي هذا زي هذا. دوري يلا اختار هذه. ها؟ يلا دوري. يلا دورك. أبستار هذا. يلا. كده ماما كده. الحين أبى أسوي لنا عشاء سريع وعشاء سهل وبسيط. تحتاجون ربع كوب سكر، تمام، علبة زبادي، وثلاث بيضات، وكوب ونص طحين،
خلاص ملح وفلفل أسود وملعقة بيكنج بودر. المهم بخلي لكم كل التفاصيل هذه تحت علشان تطبقون الطريقة حق طريقة الفطاير هذه، بخلي لكم الطريقة تحت طبقوها، أنا أخذتها صراحة من الانستغرام وحيل عجبتني، وصفة سريعة وسهلة. أصفها كذا زي البيتزا، العجين تحت وهذا اللي فوق، حطي فوق اللي أنتي حابة. أنا حطيت زيتون أسود وفلفل رومي وبندورة، وكمان حطيت جبن يفترض بها كيري بس أنا ما عندي، حطيت لبش كيري جبنة مثلثات قطعتها كذا وحطيتها على الوجه. وكمان إذا عندك سماء حطي، أنا ما عندي سماء صراحة، حطيت زعتر عادي، كله حلو يا بنات ولذيذ. فيك تسوينها كمان مع البندورة الكرزية، وتسوينها مع الملح، الملح الخشن ترشينه على الوجه فوق وتكت زيت زيتون وبيطلع مرة لذيذ وحلو. المهم جربوها زي ما قلت، بخلي لكم كل الطريقة هذه في صندوق الوصف، وكمان بأول كومنت مثبت. دخليها على الفرن من تحت لين تنتفش وتتحمر، وبعدين حمريها من فوق وقدميها مع الشاي يا بنات. حتى لو جاكم ضيوف سريعة سريعة وتفك أزمة وحلوة، تعتبر وصفة فطور وبنفس الوقت وجبة عشاء اللي انت حابة يعني. بس أنا غالبا صراحة أنا أحب أسويها للعشاء سريعة حيل وتفك أزمة. تعالوا خلنا نشوف كيف طلعت مع بعض. ويا بنات شوفوا حارة ماني قادرة أشيلها، شايفين؟ لذيذة لذيذة لذيذة. حتى لو جاكم ضيوف تبغينها مكعبات صغيرة كذا تقدمينها، مرة طعمة يا بنات. وهشة قد ما أقولكم، هشة هشة من جد، هشة فظيعة فظيعة فظيعة. جربوها يا بنات، وعلينا وعليكم يا رب بألف عافية. الحين بروح أتعشى أنا وسارونا لأني ميتة جوع. ميتة ها، اللي يزعلون إني أقول ميتة جوع، نعم ميتة جوع. هنا خلاص كانت سارونا نايمة، وباخذ لي الحين استجمام لي كذا خلاص وقت الهدوء. البيت نظيف وكل حاجة نظيفة، حطيت لي شوية من قهوة أصيلة، وصار طبعا أنتم عارفين إني قاعدة أخفف الحلى. سابقا كنت اكل 4-5 حبات باليوم، خذيت قطعه واحده بس من كندر، قطعه صغنونه مع فنجان القهوه كذا، وبطلع عند حديقتي اشرب فنجان القهوه وامزمز. احب الاوقات هذه، خلاص هي اخر الليل وقت الراحه والهدوء يعني. المهم تعالوا معي للجوله كذا، معاي كذا خلونا نشوف، واطلعوا معي للحوش. حاب اقولكم الاجواء خرافيه خرافيه، والحين بتشوفون الحديقه كيف طلعت. كذا اكون وصلت معاكي نهايه الفيديو. اذا استمتعتي معي في فيديو اليوم وحسيت انك استفدتي لو بمعلومه واحده، لا تنسين امسارونا بلايك. صغنون اكون لك من الشاكرين. برضو اذا حبيتي قناتي حياكي يلا طق اشتراك عندي، واكيد تنوريني بين خواتك. انتظروني فيديو بكره، فيديو بكره مره مره حماسي وحلو. خليكم قريبات، فيديو بكره تنظيفات العيد وجوله في بيتي باذن الواحد الاحد. بس والله هذا كان الفيديو اليوم، أتمنى من كل قلبي أنكم كذا حبيتوا الفيديو. برضو كمان بكرة عندنا يوتيوبر كمان معاي بأحد الفيديوهات. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله.